الاخوان السلام عليكم. في هذا الفيديو جينا ندويو على الفيديو اللي دار ضجه مؤخرا واللي انا شخصيا بارطاجيت هذاك الفيديو لانه استفزني بالدرجه الاولى. اكبر كلمه اللي ما فهمتش انا هي اللي ردت شحال واحد ما ردتلهاش البال وشحال ما عطاهاش قيمه اللي هي This is not America, This is not United Kingdom, This is Morocco. Yes, okay. This is not America. No, we must delete the video. This is not America or I'm not America. This is not بريطانيا ولا امريكا ولا دابا ما فهمتش انا هذا النوع في الميساج اللي بغى يوصل لهذا السيد اللي كيخدم في واحد الجهاز امني ديال الدوله اللي هو براسه كيحتقر الدوله. انا هذه هي اكبر واخطر حاجه اللي تقدر توقعها من اي واحد وهو انه هو براسه يحتقر الدوله اللي فيها هو. يعني راه شي حاجه اللي بزاف فيكم ما كانش كيتريتي مزيان ويشوف شنو كيوقع في الفيديو. كان بكل بساطه في السيد فاش كان جاي عندك بالكاميرا تقدر تحتوي الموضوع بواحد الطريقه اللي تقدر تكون بروفيسيونيل غير بالهذا وتعرف كل شيء تدوزه رغم على انه هذاك السيد كيبان على انه كي لا يفقه شيئا لا في إنجليزية ولا في أي حاجة. وهذا تطرح بعض علامات الاستفهام ديال أنه كيفاش هاد النوع من الناس صراحة كيكون عندهم يعني واحد لي بوست اللي هما بحال هادي اللي تكون حساسة واللي هو تيخليك في نفس الوقت تطرح سؤال آخر لأن أنا براسي ما فاهموش علاش دائما هاد لي شاف ديكيب تيكونوا ديما على تهضر بين قوسين عند لي جوندار. ما كنشوف هاد الشيء كأنه واحد العادة بزاف. كتلقى دائما الشاف ديال ليكيب جالس في الطوموبيل لداخل سد عليه مريح مستوني مع راسو والدراري مساكن واقفين. حاجة أخرى اللي كتزيد طرح علامة استفهام هو هذاك السيد اللي وقفوا في الاول بعدا على الاقل تيبان راه شويه واخا مستوى ديال الانجليزيه ديالو ماشي يكون عالي ولكن المهم قف السيد وهضر معاه. اللي بغيت نفهم واللي ما فهمتش علاش هذاك السيد ملي وقفوا قال ليه سير لعندو باش هذاك السيد اللي في الطوموبيل عرف بلي الاخر شنو المخالفه اللي داير الا كان هو جالس في الطوموبيل. انا هادشي تيطرح علامه استفهام كاش ما فهمتش حتى لو سيرفيس نورمالمون واخا تكون انت شاف ديكيب راهم هما اصدقاء العمل ديالك راه عادي راه ماشي عطاتك الدوله شاف ديكيب يعني صافي. حنا هذه عقليه في المغرب معروفه وفي بزاف ديال والعربي انه صافي كتولي شاف ولا شي حاجه تتخيلك عقلك بانك صافي خصك تشفع العالم وصافي هذوك الناس اللي تحت منك يعني راه خرج دخل دير اللي قال لك راس. لانه اي واحد كيفهم باللي شي واحد اللي كان خدام معاك وعرفتيه مثلا ما كيمتثلش السلطه ديالك اللي كتقول ليه اولا ما كيعطيش اعتبار للقرارات ديالك اولا ما عرفتش كيدير داكشي اللي قال ليه راس وانت اللي خولاتك الدوله انك انت تجيغي هذاك ليكيب ولا شي حاجه تقدر دير به رابور تقدر اي حاجه ولكن هذا ما كيعنيش انك ما تكونش معاهم في داخل السيرفيس تكون خدام. وهذاك السيد اللي وقف هذاك راني راه كان هو يدخل هو يتريتي لوكا وفي حال ما هو ما قدرش انه يتواصل معاه ولا ما قدرش يشرح ليه اولا هذاك السيد كان تيقول ليه لا انا ما جيتش بسرعه تيره ولا ما عرفت اي حاجه ولا الكونترول ولا اي حاجه كان هو يديرو هو براسه. في حال الا شاف راسه هو ما كانش قادر يعيط على الشاف ديالو ويشرح ليه ولا يقول ليه جي لعندي لهنايا وما يقبضوش السيد يخرجوه من الطوموبيل بعد اول حاجه كيعرضوا حياته للخطر باش يقطع الشانتي ما كنعرفش شنو تقدر ترى لانه هذه من بين الاشياء اللي كنعرف انا في السيرفيس انا ما دخلتش في هذا الشيء هذا ولكن كنشوف العالم كامل لا بوليس لا جوندارم في اي بلاصه في العالم كتبقى انت جالس في الطوموبيل وهما كيجيو دي بلاصه وعندك شي عطيك لو سالو تيقول لك سلام عافاك عطيني البيرمي ديالك عافاك عطيني هادي كذا ولا شك في شي حاجه ولا كان عنده شي حاجه كيزيد يقلب معاك دروك هاوت من الطوموبيل بغيت نقلب راه عندي واحد لوغت باش انه نقلب ولا المهم كيقنعك بطريقه اللي هي سلسه اللي كتخليك وكتعرف باللي راه عنده الحق ومن حقه يدير هذاك. ثاني حاجه علاش اللي بين نطرح على ما استفهام علاش في المغرب مثلا هاد ممنوع التصوير تيجرو منها بشكل كبير ما فهمتش. كان في هو من حقه ان يقول لي انا بالنسبه لي ما عارفش القانون بالضبط وعلاش كيحبس ولا لا. بالنسبه لي من حقه ان يقول لي مثلا ما تفيلمينيش لانه اي واحد من حقه انه ما يفيلميش شي واحد في وجهه فهمتي ويقول ليه مثلا ويشرح ليه بطريقه اللي يحب يا راه الاخ ديالي ما عندكش الحق تصور هنا لانه هذا الشيء هذا كيتعتبر مثلا واحد النقطه محدده اللي ما بغيناش حنا يعرفونا الناس يعني طريقه العمل عندنا فيها لانها سريه راه كاينين منظمات ارهاب ما عرفتش يلصق ليه شي حاجه. المهم هو ما تصرفش معاه كان عليه فقط يقول ليه راه ما محقكش تصورني انا ما بغيتكش تصورني انايا عفاك تقدر تاخذ انت خذ الكاميرا ديالك حيدها بعدها ولا شي حاجه بحال هكا. حد الاخر بالنسبه لي انا راه عنده الحق يسجل يعني البروسيس ديال اشنو داك اللي كان تيدوز اللي كيدوز منه. علاش؟ لانه هو راه ماشي جاي بنيه مبيته وبزاف ديال الناس تيقول لك لا على جاي باش يخسر سمعه البلاد. لا دير اخويا لو سيرفيس ديالك كيف خصو يدا وانا مشغوليش بنادم. المشكل عندنا في لو سيرفيس ما مواش حيت السيد شاف كاميرا وتلف كاع وتسلف في الكوليك ديالو وما عرفش روينه نوضه وهذا الشيء هذا صراحه ما مزيانش ما فهمتش انا بكل صراحه الله. يعني تعطيك شكوك تيقول بحال راه شي حاجه تما ماشي هي هذيك شفتي كاميرا وتنشرتي وتلفتي ما عرفتي باقي ما دير. وعاد اون بليس دو سا راه قال لك السيد اوكي اول بوت ان ماي باكيت يعني صافي قال لك غنديرها في الجيب ديالي وانت كتقول لا راه عليا الا وتتشد معاه تمايا وفي الاخر بقيت تدور في اللينس ما عرفتي كي تخدم دخلتي في راسك في شي حوايج اللي ما خصكش تدخل فيها اباتاتا. كان عليك من الاول تاخذ الحاله بواحد الطريقه اللي هي اريحيه وتهضر معاه باريحيه وتمشي في حالاتك سلام.
السلام عليكم عنده مخالفه غتقولها ليه وي لا. وانا حاجه انا عارف بلي بزاف ديال الناس في الامن تيكونوا تعرفوا يهضروا بالانجليزيه ولا الفرنسيه هادشي حنا ما غاديش نكره، ولكن كاين الناس بحال هذا مثلا ما عرف حتى شي حاجه وباقي تيتقندف، هذا مثلا ما عارفش يهضر بالانجليزي والسيد كيعرف يهضر غير بالانجلي، كيفاش غادي تشرح ليه بلي راه غادي تدير ليه واحد المخالفه وعلاش وعلاش؟ هو مسكين راه ماشي الناس كيجيو هنا تيقول لي راه هاز فلوس راه عنده وجاي مني، لا راه هنايا بزاف ديال الناس تيكونوا غاديين وعارفين هادشي هذا كاين في المغرب، لانه البوليس يوقفوك على والو ولا لي جوندارم وتيطلبوا منك الفلوس، هادشي هذا راه معروف هنا، راه انا ماشي تنكذب على شي حد، الاخوان هادشي هذا راه معروف، راه كاينين دراري صحابي هنايا كيتجمع دائما واحد 3000 درهم تيديرها في الجيب تيقول لك انايا هادي غادي نمشي حنت عارف انايا الا غنخسر فيه وانا غادي بالطوموبيل غنخسرها في هاد البراج وفي هادي هادي وهادي حتى كندوز دي فاكونس ديالو كنجي مرتاح، علاش حنت كلشي كل نقطه كل بلاصه فيها براج كل بلاصه وهادو في الاخر كنعيشوا حنا واحد في نفس الوقت واحد عدم الامن اللي هو خص يكون 100% كيف ما تنقولوا ولا نقولوا نصلح 99%، علاش؟ لانه كنضيعوا بزاف ديال الناس في هاد لي براج ولا البوليس في الرون بوين ولا شي حاجه، راه الناس في هاد اوروبا مثلا البوليس ديالهم راه ما كاينش بوليس الرون با بوليس التراب بوليس الشوكه وهاداك الشيء، كاين حال وحده كلشي راه كلشي كيتحرك كلشي، علاش؟ فاش هما كيتحركوا كاينين الكاميرات اللي هي اصلا مراقبه اللي كتراقب هادشي هذا اللي كنقولوا ديال هادشي ديال السير وكذا، الا اي واحد در مخالفه كتجي حتى للدار من خلال الماتريكول الكاميرا كتشد النعمه سيجي الماتريكول كتخرج لك لادريس كيصيفطوها لك، وفي نفس الوقت فاش هادوك البوليس كاملين تيكونوا كيسيركيلو راه ما حتى حد الاخوان ما تيقدر يدير شي شفره وما حتى حد ما تيقدر يضرب، علاش؟ لانه اون فوا تدور البوليس راه ما كتكملش 3 دقائق 5 دقائق كتلقاهم وقفوا 3 دقائق انا كنظن 3 دقائق هي الا تعطلوا، علاش؟ حيت تلقى كيسيركيل اي حداك حيت هما كثار ما عندهمش وحدين تيسيركيليو وحدين في الرومبا وحدين في الشوكه وحدين في الدوره لا كلشي خدام بهذه الطريقه هذه وهو راه واحد افيكاس، انا هادشي اللي كنفهم من بعد علاش علاش دخلت في هذه النقطه باش انا نهضر على واحد الحاجه انا شخصيا طرات لي، مشيت لعند العائله ونفس راه داكشي اللي شفت في هذاك الفيديو راه هو اللي شفت انا طرا لي، جايين بالليل من اي تورير وقفونا، علاش حكا بالليل هذاك براج مزيان ماشي مشكل وقفونا داروا الدري صاحبي هو اللي سايق بطوموبيلته عطيني الوراق ديالك هذا كذا كلشي مزيان ورجع اللور لا وراك على الفران لا نفخر وايد لا المهم بزاف د الحوايج، واحد الحوايجي ويقول لنا حكا ديك البوله اللي كتكون فوق الماتريكول راه طافيه، ما نقدر تكون طفات لانه مشينا للبلاد راه فيها الدردابات فيها بزاف ديال الاشياء، فقال لنا غادي نقيد لكم مخالفه عاد اون بليس دو سا راه ما جاش هذاك الشاف ديالو، لا هو صيفط الدري صاحبي صيفطوا ليها يعني نفس الحاجه، كيما داك الشاف تلقاه جالس مستوني وهما تيبقاو يصيفطوك لعندو، وانايا ما قدرتش نمشي علاش ما بغيتش انا الدري صاحبي نوقعوا في مشاكل لان عارف راسي بحال هذا الشيء هذا ما كنسكت ليهش، حيت انا غنمشي لعندو نقول ليه علاش جيب لي انا بغيتك تشرح لي علاش، وانا كنعرف كنعرف على انه بعدا اصلا هنايا اوروبا قانونيه فاش يقاو عندك شي بوله محروقه ولا شي حاجه يوقفوك تيقولها لك تيقول لك شوف راه هذيك البوله راه عندك طافيه سير صوبع عافاك راه ما يمكنش تبقى غادي بها بحال هكا، تيعطوك انذار تيقول لك راه تيحذروك بها، هذه هي فعلا كتبين وكتحس باللي راه السلطه ولا دوك الناس ديال الطراك ولا ديال البوليس فعلا في خدمه الشعب، فهو كينسى بلي راه في الخدمه ديالي انا اللي تجي هو تيخدم عليا داك الشيء ديالو وكيخلي القانون ابا وتيدير سلوكيات فرديه ديالو وتيبقى يتعصب وما تيبغاش انه يقتنع باللي راه يقدر يكون شي واحد مثلا عنده الحق هو راه ما بوليسي ما قاري قانون ولا شي حاجه، فكيفاش يقتنع باللي ممكن لا تيقول لك لا راه انا اللي عارف وانا اللي حاطيني، وهذا حنا شفناه شحال هذه اللي كنتو تعقلوا على ذاك الدراك اللي كان وقف السيد في لوطوغوت قال له ترى ما عندكش الحق وتقول له الاخر لا والله ما وقفتي تنجل لك وتقول له ترى ما عندكش الحق انت كتعرض حياه للخطر الحياه ديالك للخطر وكتعرضني للخطر انا حياتي تاني للخطر وهذا هذا ماشي ما يمكنلكش ديرو انت، والسيد لا باقي تيفرعنوا في الاخر راه شفنا شنو وقع ليه، وهذا هذا كيوقع لبزاف ديال الناس راه عادي تقدر تكون انت بوليسي وتقدر تكون ما شادش البوليسي ان البوليسي هو القانون ديال كيفاش داك البوليسي اللي عطاوك النار وفرموك بها كيعطوك بزاف ديال الحاجات بزاف ديال الحالات ها كيفاش تعامل ها كيفاش تعامل، يعني انت الدماغ ديالك راه هو قابل لانه ينسى شحال من حاجه، يعني ما تجيش انتربريتي تجي تقول لا اذا فهو كذا اذا انت عندك مخالفات كذا اذا انت هادشي ما يمكن، فاذا الاخوان بكل صراحه الله اللي بغيت نشير ليه في هذا الفيديو وانه انا شخصيا فعلا كي قلت لكم اكثر حاجه استفزتني وما حملتهاش هي هذه اللعبه ديال حنايا كنحقروا راسنا بزاف، وانا صراحه من بين الاشياء اللي ما كتعجبنيش ودائما كنحاول زعما نضرب فيها هو انه علاش حنايا لا بالعكس حنا راه عندنا وحنا نقدروا نكونوا في واحد المراتب اللي هي عاليه، غير هو راه بزاف ديال الناس راه كيخدموا في شي بلايص اللي هما ما كيستحقوهاش، وهذا الشيء راه اي واحد كيبينها بسلوكات ديالو فرديه، هذا هو المشكل حنا الدوله ديالنا كاينين بزاف ديال الناس كيخدموا فيها وكيديروا بزاف الاشياء، وفي نفس الوقت حتى الوعي ديال الناس راه هذا هو المشكل، واش كتلقى بنادم صاحبي كيجي كيقول لك راه كي عنده الحق ولا هكا ولا علاش هذاك السيد ما يهضر معاش بالعربيه ودابا انت فهمت تسطى مع هذا.
الا بغيتي هذاك السيد راه معاه بالعربيه خصك تكون تاك عربي، عندك الانستغرام ويكون عندك الفيسبوك وتكون عندك الطياره البوينغ، خص تكون عندك لورديناتور، تكون انت هو مول لورديناتور، خص تكون انت هو اللي مسيطر على العالم بطريقه غير مباشره يعني العالم، وتكون انت هو اللي كتحط لي ريشيرش، انت اللي تقول لنا مثلا علاش هذه تطرا وعلاش هذه تطرا، فهمتي؟ باش عندك علماء اللي تيخرجوا داكشي وتيب هذا راه كان زمان ديك الساعات شحال هادي ملي كانوا العرب والمسلمين شادين الاندلس، راه كانوا هما اللي كيتحكموا في العالم باللغه ديالهم، لانه كانت العلوم تتنشر بالعربيه. ودابا فينا هاد العلوم وفينا ما كاينش، يعني خصك تشوف فين تخرج العلوم، راه هو هذه هي الحاجه اللي كتخليك انك بزاز منك خصك تعلم الانجليزيه. علاش؟ لانه بزاف الاشياء كالانجليزيه ولا لغات العالم، يعني ما بقاوش ندخلوا في هذا النوع ديال علاش هو ما يهضرش، علاش حنا ملي نمشيو لعندهم هما ما تيهضروش معنا بالعربيه. هذا ما تحليل ما تزفت هادشي تيبان ليا. عاد اون بليس دو سا خرجوا بزاف ديال الصحفيين اللي هما كيدافعوا على التركي على انه مثلا وتيسبوا في السائح لانه هو اللي جايب نيه مبيته. خويا دير السيرفيس ديالك كيف ما خصو يدير، وراه حتى حاجه ما غاديش توقع. الا كنتي كدير ترافيك راه غادي يبان هادشي بحال هادشي الاخر. المهم كان هادي هي خلاصه ديال الفيديو، واخا انه نقدر نكون ما تطرقتش لبزاف ديال النقاط بكل صراحه، لانه الراس ديالي ما كذبش عليكم معصاب ومسيطر عليه بزاف ديال الاحاسيس اللي هما هادشي هذا، لانه صراحه كترفيه ما كيعجبنيش نشوف بحال هاد النوع في السلوكيه بكل صراحه. المهم كنتمنى انه هاد النوع في الفيديوهات يكون عابره للناس اخرين باش انهم يفوتوا عليهم دوك التحريميات ديال والو ونديروا خدمتهم كيف ما خصها دار، وما يخافوا حتى شي حاجه. دائما الشعب هادي يكون معاهم وهادي يكون من وراهم، لانه الا شفنا بلي فعلا واحد الشخص راه نطاد الحق ديالو في شي حاجه راه اكيد ما غادي نكونوا معاه. ولكن الا كان شي حد حتى هو كيمارس السلطه بطريقه اللي هي غير شرعيه، فهنا راه التحد ما غادي يكون في الجانب ديالو. وكنتاسف على انه حنا مثلا نقدروا نهضروا في موضوع بحال هذا ونهضروا على السيد اللي مثلا تقدر تكون عنده عائله وبزاف ديال الاشياء، وهو ما عارف راسو فين كيحط راسو دابا حاليا، وما عارفينش شنو غادي يوقع من دابا للمستقبل في الحياه ديالو. المهم كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ورمضان مبارك، ونشوفكم فيديو جديد. تهلاو، السلام عليكم. تشاو.